أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر. فبينما نحن كذلك، إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا رسولنا عن رسالة ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من مات منا دخل جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. وفي رواية الطبري في هذا الحديث قال عامل كسرى: أنتم يا معشر العرب ليس فيكم خير، وجعل يذمهم ويذكر من سيء صفاتهم. فقال له المغيرة: ما أخطأت من صفتنا شيئا حتى بعث الله إلينا نبيا. وساق الكلام الذي في رواية البخاري. والصحابي الثاني الذي بين حالة العرب في هذا الجانب هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة، وأن قريشا أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي حتى يسلم هؤلاء المسلمين إلى قريش مرة أخرى. فقام جعفر بن أبي طالب خطيبا لما أرسل إليه النجاشي، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى أرسل الله عز وجل إلينا نبيا نعرف أمانته وعفافه وصدقه، فدعانا إلى عبادة الله من عبادة الأوثان، إلى آخر الحديث. فهذا كان حال العرب، أمة تعيش على هامش الدنيا لا قيمة لها، في الوقت الذي قامت فيه حضارتان عظيمتان لفارس والروم. ما كان العرب يذكرون لا في العير ولا في النفير. وفي خلال 10 سنوات، وهذه لم تحدث لأي أمة من الأمم، قامت للإسلام دولة في 10 سنوات، من يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. 10 سنوات صار لهم دولة تخاف منها فارس والروم. كيف استطاع في 10 سنوات أن يصنع بهؤلاء الصحابة دولة كبيرة يسير ذكرها مسير الشمس؟ هو ده بقى السؤال الذي نجيب عنه بما نعلمه من سيرة هذا الجيل. إن الذين يحاولون أن يجمعوا العرب على قوميات أو على تكتلات اقتصادية أو على أي شيء لن يصلوا إلى ذرة. الذي يجمع العرب هو الدين، هو الدين. إن جنس العرب جنس غريب جدا
لا يصلح إلا بدين أو ولاية دينية. الذي يمزق العرب الشهوات، لأنه جنس قابل لها، مغرق فيها إذا وقع فيها. وآية ذلك أن الرجل العربي إذا واقع شهوة من الشهوات كالزنا مثلا، إذا زنى فإنه يزني ثم يزني ثم يزني ولا يفيق. إذا شرب الخمر يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ولا يفيق، بخلاف غيره. احنا في الدول الغربية الزنا فاشٍ فيهم وشرب الخمر فاشٍ فيهم، ومع ذلك استطاعوا أن يملكوا الدنيا، لأن الرجل منهم يزني ثم ينتج ويعمل، ويشرب الخمر ثم ينتج ويعمل. لكن جنس العرب يختلف عن ذلك، لأنه جنس فريد له خصائص. إذا لم نغلق عن العرب باب الشهوات سيظلون في القاع. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه الله عز وجل في مكة، ظل سنين طويلة يصبرهم، وتوجع ظهور المسلمين عصي المشركين، ويقال لهم من قبل الله عز وجل: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لحد ما فاض الكيل. فنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم بعد أن منعوا من بسط اليد. ما هي الحكمة أن يظل المسلمون 13 سنة يمتحنون في مكة، ويجرر الواحد منهم ويلعب به في طرقات مكة كما حدث لبلال، ويؤخذ مثل عمار بن ياسر ويجلد، ويهدد السادة كأمثال سعد بن عبادة كما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ، عفوا سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ هذا كان سيد الأوس، وكان صديقا لأمية بن خلف أبي صفوان، فكان إذا أراد سعد أن يذهب إلى مكة نزل على أمية بن خلف، وإذا أراد أمية أن يذهب إلى المدينة نزل على سعد بن معاذ. فلما أسلم سعد ذهب مرة إلى مكة فنزل على صديقه أمية بن خلف وكان كافرا، فقال سعد: يا أبا صفوان، التمس لي ساعة خلوة فإني أريد أن أطوف بالبيت. فالتمس له ساعة في نصف النهار، فبينما هما يطوفان بالبيت إذ لقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فرفع أبو جهل صوته على سعد وقال: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة عندكم وتزعمون أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ والله لولا أنك تطوف مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. سعد بن معاذ لا يتحمل مثل هذا، لأنه سيد يضاهي أبا جهل في السيادة، فرفع صوته عليه وقال: والله لئن منعتني ذلك لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة. فقال أمية بن خلف: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد.